اول ما شيل عشان في كثير عالم مرضى ضل بالبيت حتى اضافه لك مدارس كثير احتلوها واخوي اليوم عندي 7 مواد وبدي عنده 4 شهيدات يومين بصير هيك والجيش الضابط بفوت لعنده على المدرسه يعني ايش بس انشاف ضو الداحة بيقمصوه بالقناصة ضو الداحة بالليل اذا مشيت اذا واحد عندك طفل مريض بدك تاخده على المشفى مستحيل تاخده لا بسيارة اسعاف ولا بسيارة ممنوع تمشي سيارة على الطريق وقت امبارحة اقطع البيضة مش يا موصوب الليل